هذه البراميل اللي عملت فكره عن كل الحرام بس عن المسلمين. هذا بايظ علي الضفل، حطه بالسيارة، حطه بالسيارة، حطه بالسيارة، حطه بالسيارة، حطه على النسمة. الحاضن يحوي على 104 خنابل، وزن الحاضن مع الخنابل 250 ل 275 كيلوغرام. الكتابة الروسية BRK، وزن القنبلة الواحدة X1 2 كيلوغرام. لعنة الله عليك يا لافروف، لعنة الله عليك. وتدعي روسيا أنها صديقة الشعب السوري، وتلقي علينا القنابل العنقودية على مدينة خارة بتاريخ 1/4. وقام أفراد الجيش الحر بتفكيك القنابل العنقودية التي ما زالت لم تنفجر بعد. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.